حضرنا في جمع عام عادي لجمعية المغرب الرياضي الفاسي في ظروف دقيقة من هذا المسار ديال الفريق المغرب الفاسي اللي وصل 78 سنة، واللي إن شاء الله في 2026 نحتفلوا بعيد ميلاد 80، واللي عرف يعني مداخلات مهمة وتكلمنا في واحد العدد من القضايا وعرضنا التقريرين المالي والأدبي اللي حضاو بإجماع المنخرطين. وفي هذا بالموازاة مع هذا الشيء أساسا كذلك الشركة المجهولة الاسم ديال الفريق المغرب الفاسي كتعرف إعادة الهيكلة ديالها على اعتبار دخول واحد المجموعة ديال العائلات وشركات مهمة فاسية مصاوية جزاها الله خيرا أنها غادي تنخرط معنا في هذا المسلسل هذا ديال البناء، إعادة بناء المغرب الفاسي، التغلب على الديون، يعني تدبير مالي وإداري يكون محكم باش ترجع فريق المغرب الفاسي في القاطرة ديال الفرق المغرب الفاسية، ماشي من بيني بل تكون القاطرة ديال هاد الفرق. الجمعية أولا هي مسؤولة على ذاك الشق الهاوي، بمعنى مسؤولية مباشرة على تدبير الفئات، ولكني مسؤولة كذلك ب 30 إلى 33 34% في الشركة، وبالتالي هي كتبقى عندها مسؤولية ثابتة في التدبير ديال الفريق. الحمد لله اللي باقي ناقصنا هو أنه فعاليات ديال فاس، وهذا دوركم كإعلام أنه فعاليات كذلك ديال فاس، لأن هاد الناس كلهم من الدار البيضاء إلى حدود اليوم، كذلك احنا تنطلبوا انخراط الفعاليات الفاسية في هذا المسار ديال إعادة البناء. احنا هذه مرحلة ديال الأخ إسماعيل الجامعي اللي انتهت بحلوها ومرها، ولأنه وقف المسار ديالو في التدبير ديال المغرب الفاسي. اليوم مرحلة جديدة تقتضي أنه واحد العدد ديال الفعاليات اللي كانت تتذرع بطريقة أو بأخرى أنه لا وكذا ولا سيدي احنا راه ما شادين بيبان، مرحبا بفعاليات اللي بغى يساهم واللي بغى يدبر واللي بغى مرحبا به. الماس محتاجة لبناتها وأبنائها، أنهم محتاجين اللي يدبر معنا ومحتاجين اللي يدعمنا ماديا ومعنويا وتقنيا، مرحبا بالجميع.